يبتعد الكثير عن صخب الحياة والضجيج ويتجه إلى واحة سيوة، أهدأ مكان في مصر، حيث عيون المياه الصافية والنخيل والهدوء وسط الجبال والبحيرات. كل هذا بعض من مظاهر الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها واحة السحر والجمال. سيوة فيها طبيعة متناقضة، في منها صحراء ونخيل وجبال وبحر مال أعظم، فده بيدي لسيوة يعني طابع في العلاج، في العلاج الطبيعي. احنا بنعالج في سيوة بالرملة او بالشمس، ده بس بيبقى في شهر 6 لحد شهر 9، وده بيبقى مفيد جدا لأمراض الروماتيزم والروماتيد وكثير من الأمراض بيعالجوها في الدفن في الرمال. وبالرغم من أن واحة سيوة مليئة بالسياحة العلاجية التي يستمتع بها السائحون، إلا أن المخيمات أو الأكواخ والتي تعرف بالكامبات ذات الطابع البيئي التي تعكس التراث السيوي وطيبة أهل الواحة لفتوا أنظار الزائرين. انخفاضها عن سطح البحر 18 متر ده بيعلي نسبة الأكسجين فيها. وجود البحيرات الملحية في واحة سيوة بيخلي فيه بخر ملحي، فده بيدي مناخ ملحي للواحة كلها، بيعمل تطهير للجهاز التنفسي بشكل عام، بيضمن النوم العميق. من هنا احنا بنقدر ان احنا بنقول للجاست اللي جاي ان هو هيكون في وضع افضل لما يروح. هي من الاماكن القليله في مصر، الاماكن الهاديه، الاماكن كمان اللي الناس طبيعتها من غيرها عننا في القاهره وفي مصر وفي المحافظات التانيه، لهم لغه تانيه لوحدهم اتكلموا بيها، دي حاجه طبعا تشد اي حد انه يجي. ويبقى مشهد غروب الشمس بالواحة من اجمل المظاهر التي يحرص الزائرون على الاستمتاع بها وتصويرها بالبحيرات المختلفه، اضافه الى معايشه البيئه السيويه بكل تفاصيلها المميزه التي ما زالت تجذب الجميع سواء داخل مصر او خارجها. اسماء حسن لبرنامج مراسل النيل.